عادل؟ مين ده يا عادل اللي ماسك عصايا ده؟ ياه، دي كانت ايام. ده جدي وكان على طول بيضربني، بس انا ما كنتش بسكت له. يا سلام، كنت بتعمل له ايه بقى؟ كنت باجري منه على طول. الله يرحمه بقى. الله يرحمه، ده ايه، ربنا يديله الصحه وطوله العمر. يا سلام يا سلام، ده عامل زي الفرس الرماح. فرس رماح ايه؟ هو لسه عايش؟ امال بقاله فتره طويله ما رنليش يعني. معلش يا حبيبي، ما انت عارف ان هو بيتنقل من بلد لبلد، وبقاله 5 سنين دلوقتي في المغرب، والدقيقه غاليه موت. دقيقه غاليه ايه؟ ده كان بيرنل انا اللي كنت بكلمه يعني. دقيقتي يا ماما. ماما، هو ليه جده مش عايش معي؟ بكره براءه الاطفال، بكرهها. اهلا وسهلا بيه يا حبيبتي في اي وقت. اهلا وسهلا بيه فين؟ يعني هتديني نص السرير بتاعك ولا ايه؟ جراي عادل، هو جدي ولا جد؟ اهو نفرش له في المطبخ. مطبخ؟ مطبخ يا حبيبتي يا بواقي الاطباق انتي؟ ده انا ابويا بيشتغل بقاله 55 سنة بره، يعني يوزننا كده ذهب. يوزننا ذهب؟ الا ما شفنا منه ربع كيلو ذهب، تمن كيلو ذهب. هو بس يا ماما كلامه خلاص، ولا هو زعلان منك مثلا وبيعاقبك؟ ابويا عمره ما قصر معايا، ده دخلني مدرسه الابجديه بنات، احسن مدرسه في الكفر. قصدك بقى الابجديه حروف مش بنات يعني. لعلمك بقى، جدنا ده كان بخيل جلده، ده على كده عنده ملايين مولفه. فعلا ملايين مولفه على بعض، يعني تلاقي الجنيه مولف عن نص جنيه، ويعني مثلا الجنيه عمره ما يقول للنص جنيه يا نص جنيه يا مهربد، ولا مثلا نص جنيه يقول للجنيه ايه اللي مالكش قيمه. لا 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 لا، ملايين مولفه على بعض، مش كده ولا ايه؟ بتقوله ده، انا اقصد اقول ان هو حلو كده وماسك نفسه، يعني انا اقصد اقول ان في الصوره اللي انا اديتها لك دي كان عمرك 12 سنه وهو كان شكله كبير، معناها ان هو دلوقتي معدي السن يعني وبقاله خطوه و... انت قصدك ان فاضله سلمه يعني. يا رب يا رب ابني له دور زياده في الجنه ان شاء الله يا رب يا ماما. وانا حاسه ان جدي تعب من السلم وتعب من هنا ومحتاج يريح شويه هناك. يا حبيبي يا بابي، يا رب يديك الصحة وطولة العمر ياللي ماليش غيرك في الدنيا. ما هو واضح اهو يا ماما ان ربنا مديله الصحة، احنا عيلة معمرة، واضح انها بتعيش لأتفه الأسباب. إيه المهم يعيش براحته ان شاء الله يعني، وربنا يديله الصحة وطولة العمر وكل حاجة، بس يعيش مستقل يعني بعيد عننا يعني. تفتكر انه هيعيش في الزريبة دي؟ ده لو بابي جه، لو جه مش هيقعد هنا ابدا. لا لا لا، ده هيبني له قصر زي بتاع فيلم العار كده. أنا ما بحبش الفيلم ده، الإخوات بيتخانقوا فيه بسبب رؤى. لا، هما ما اتخانقوش بسبب رؤى، هما اتخانقوا بسبب إن حسين فهمي ما كانش عايز ينزل المية بالليل، لو تفتكروا الفيلم يعني، وكان بردان وجات له رعشة كده أهو، وخايف بقى تقريباً من اللي هو الأسماك المتوحشة اللي في المية، مع إن ما فيش أسماك متوحشة يعني في اسكندرية خالص يعني. وبعدين السباحة، هو كمان أكيد ما كانش بيعرف يعوم كويس، عشان كده يا ياسمين بقول لك لازم تهتمي بدروس السباحة. يعني هشتركلي في النادي؟ هشتركلي في النادي؟ هو انتوا طبخين ايه النهارده بقى يا ماما؟ انا مش شامم ريحة شياط ولا حاجة النهارده يعني. بابا هتشتركلي في النادي؟ يا ياسمين، ما انا اشتركتلك في المدرسة، انت عايزة اشتراكات وخلاص؟ هتعملي ايه بكم من الاشتراكات والكرنيهات اللي هتمشي بيها في الشوارع دي؟ مفيش اشتراك في نوادي، هو المدرسة كفاية كده. يا حبيبي يا بابي. ماما، الطفلة المعجزة. عليكم السلام يا دولة. يلا، ايه اللي بيضحكك كده؟ امسك يا عم، جالك جواب يا دولة. يا سلام، الجواب بيزغزغك قوي يعني، بيخليك تضحك قوي كده. هتقعد تقرا دلوقتي وتعرف. ولا رمزي، انت قريت الجواب ده ولا ايه؟ ايه يا دولة، عادي يا عم، وبعدين مش انا هنا هو يعني بمثابة ابن عمك. بمثابة دي؟ الكلمة دي مش بتاعتك، أكيد قريتها في الجواب، أنت أول مرة النهاردة تقول بمثابة دي. يا دولة، يعني بمثابة عم، يعني كأن مش شيئا لم يكن يعني. إف الحمد لله يا رب، الحمد لله بابي جاي، الحمد لله سندي وعزوتي جاي.
عارفه يا ياسمين بابي جاي. ايه بابي جاي؟ بابي جاي هيجيب لك معاه حاجه حلوه يعني يا ماما؟ لا لا، هيجيب لك شويه بنجر بتينو من البلد دي. فشارتي يلي من غير بابي. يا قلبي انا حاسه باليتم، انا يتيمه. ايه يا ستي في يتيمه؟ انت جايه تكتشف النهارده انك يتيمه؟ الله يرحمهم دول ماتوا من زمان جدا، وبعدين حاسه باليتم اوديكي ملجا يربوك خلاص. وده هيقعد فين بقى ان شاء الله؟ هو احنا ناقصينه؟ يقعد مطرح ما يقعد، الشقه كلها بتاعته. بقول لكم ايه، انا ماليش دعوه ماليش دعوه، السرير بتاعي محدش هيقرب له ولا ينام فيه. وبعدين انتوا ليه فاكرين ان هو هيجي يقعد عندنا؟ يمكن جاي يزورنا ويتكل على الله. وانت ما يعني ما سمعتيش الجواب؟ اما انا قريت لكم 100 مره اهو اهو، ادي الجواب اهو. طب اقراه تاني كده خلينا نحلله. حاضر يا دكتورة التحاليل، حاضر. بصي بديها غباوه ازاي. ازيك يا بنت يا انعام؟ بخير يا بابي. يا بنت ويا بابي، تركب ازاي دي؟ اي المهم يعني بيطلع حاجات عجيبه عندنا في العيله. المهم انا جايه اعيش هنا، اعيش معاكوا في بيت الواد الهفق اللي اسمه عادل، اللي انت يا انعام شاريهوله بفلوسي، لان انا ما لقيتش الفلوس على الارض، واللي مش عاجبه يحط راسه مطرح ما يحط رجليه. راسه مطرح ما يحط رجليه؟ دي حركه صعبه قوي. لا بيقول حاجات مستحيله اصلا. سأأتي دي بقى اكتر كلمه مضايقاني. سأأتي قريبا، ابعتولي العنوان. المحب لكم دائما جده رواش. ده بقى مش جاي يزورنا، ده جاي يكتم على نفسنا. ده لو بعتنا له العنوان، بس احنا ممكن قوي ما نبعتلوش العنوان، او ممكن نتوهه، او نبعتله العنوان غلط. بس ده يبقى كذب، والكذب حرام. بص يا ياسمين يا حبيبتي، جده لو جه هيطلعك من اوضتك وينيمك في المطبخ. بابا بابا بابا، مش انت قلت لي في حاجه يا بابا قبل كده اسمها كذب ابيض؟ كذب الابيض، وده هايل ما شاء الله. طب ده شكله ايه؟ كدب الابيض ده بالظبط عامل زي اللي احنا عايزين نعمله مع جده كده، وفي كدب تاني مدور ده هنعمله مع تيتا بعدين ان شاء الله. طب يلا نجرب. انا مش مصدقه ان قله التربيه وصلت بيكوا للدرجه دي. طب ما جه ده اولاد اولاد التربيه. ماشي. ايه ده؟ هو انا قلت حاجه؟ بس يا بنت بلاش قله ادب. شرب انعام، شرب يو. وبعدين لما بتقولي ان الراجل ده عنده فلوس كتير قوي جاي يقعد على ترابيزاتنا ليه؟ حنين بنته وحشته جاي يقعد معاها. حنين ايه بس يا ماما؟ حنين ايه؟ انت ناسيه وانت عندك 12 سنه بايده خلع لك سنتين، جايه النهارده تقولي حنين؟ وبعدين يا ماما احنا بنحب جدي وكل حاجه، بس بنحبه من بعيد لبعيد زي القمر كده، نقعد نبص للقمر بعيد وبنحبه من هو بعيد، ما بنروحلوش. الانسان طلع القمر، ايه رايك بقى؟ يا ماما هنعمل ايه؟ هيقعد فين؟ ما انت شايفه الشقه يا ماما، هيقعد فين؟ يا جماعه يا جماعه، انا جالي الحل. خالتي سميحة بتاعت امبابة دلوقتي هي قاعدة لوحدها، وجدي طول عمره بيحبها قوي قوي اكتر منك يا ماما. لا بيحبني انا اكتر منها. يا ماما اسره بيحبكوا انتوا الاتنين قد بعض، ما تزعليش نفسك. نبعت له عنوان خالتي سميحة بتاعت امبابة، يجي هو من المغرب على خالتي سميحة ويقعد عندها هناك وما يجيلناش. هو ده احسن حل سمعته. الحمد لله الحمد لله يا رب، زحمة وراحت من قلبنا. من فضلك ما تتكلميش عن بابي بالطريقة دي. وات بابي؟ بلدجو بياش اقول اسمها بابي. وبعدين اصلا الكلمه دي ما كانتش طلعت وانت صغيره. يا جماعه يا جماعه لو سمحتوا لو سمحتوا، يعني مش ناقصه ان انتوا كمان تتخانقوا مع بعض، كفايه المصيبه اللي انا فيها. يا خساره، مكتوب علينا نسيب حبايبنا ونقعد مع نصايبنا. جاتكم نيله. نسايبنا نقعد مع نسايبنا؟ مش انتوا نسايبها؟ خلاص يا ستي والنبي يعني بصوا، مش ناقصين مشاكل بينكم من بعضيكم، كفايه المصيبه اللي جيالي، كفايه المصيبه اللي جيالي. رانيا رانيا رانيا، هو جدي فعلا يعني هيروح يقعد عند خالتي؟ طيب وانا مطلوب مني ان انا ابعت له العنوان بتاع خالتي مش كده؟ ايوه عادل، وسيبنا نعمل مفضل. بس خالتي سميحه دي اصلا مش سهله خالص، دي اتجوزت قبل كده 5 وورثتهم بوحشيه. بس يا عادل عايز انام. طيب بس ممكن تضحك على جدي يعني لو قعد عندها وتاخد الميراث بتاعه كله، وخصوصا انها خلاص كبرت ما ينفعش تتجوز حد تاني يعني. يلا بكرة بقى نبقى نتكلم في الحكاية دي. عادل عادل عادل،
ابريل قبل التشخير تضحك عليه وتاخد الورث. هو الراجل جدك ده غني للدرجه دي؟ الراجل عمره يجي 100 سنه، وفي الحقيقه العلميه مفيش انسان باستطاعته ان يعدي حاجز ال 100 سنه في الحقبه التاريخيه الحاليه. صباح الخير يا تيتا. صباح الخير يا ياسمين. هو بابا نزل؟ لسه نازل حالا. صباح الخير يا مجيدة. صباح الخير يا نعام. صباح الخير يا ياسمين. صباح الخير يا تيتا. ايوه وعد نزل؟ لسه نازل حالا. صباح الخير يا مامي. صباح الخير يا نجلة. صباح الخير يا ياسمين. صباح الخير يا خالتو. صباح الخير يا طن. صباح الخير يا نجلاء. هو ابي عادل نزل؟ لسه نازل حالا. صباح الخير يا نجلاء. صباح الخير. صباح الخير يا مجيدة. صباح الخير يا سناء. صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا سناء. صباح الخير يا ياسمين. صباح الخير يا عمته. هو عادل نزل؟ لسه نازل حالا. صباح الخير يا مامي. صباح الخير يا حبيبتي. صباح الخير يا نوجة. صباح الخير يا رانيا. صباح الخير يا ياسمين. صباح الخير يا مامي. صباح الخير يا حماتي. صباح الخير يا رانيا. صباح الخير يا سناء. صباح الفل. مامي هو عادل نزل؟ لسه نازل حالا. صباح الخير. السلام عليكم. رمزي. هلا رمزي. يا رمزي انت يا زفت يا رمزي. نعم يا دولة. خد شد لي التلغراف ده. لا يا دولة انا مش هقدر اشد يا عم، بص انا دراعي خد لين من ليله امبارح من شيل التماثيل يا دولة، وبعدين على فكره انا هروح اربطها برباط ضغطي دلوقتي. ضغط انت اللي هترفع لي ضغطي. رمزي هتروح مكتب التلغراف تبعت التلغراف ده لجدي. يلا. حاضر يا دولة. دولة هو قال جدك دون يعني اكبر منك؟ لا هو من دوري تقريبا يعني، او يمكن حتى كمان انا اكبر منه بشهرين. طب هو دلوقتي يعني عنده كم سنه دول؟ يعني جدي بقى ربنا يديله الصحه يعمل له من 65 ل 90 سنه. طب دول هو يعني ايه يعمل له؟ يعمل له يعني يجي له يعني. مين بقى اللي هيجي له؟ انا انت عارف يا رمزي ايه اللي مصبرني عليك؟ ايه بقى يا دول اللي مصبرك عليا؟ ايه؟ تصدق ولا حاجة، ولا حاجة مصبرين عليك. اطلع برا يا رمزي، اطلع برا، ابعد عن وشي، اطلع برا. طيب يا عم بقى خلاص. دولة هو جدك رواش دون يعني لما هو بعت لك الجواب على البازار هنا على العنوان ده، امال ليه بقى هو عايز عنوان تاني ليه؟ هيجي يسكن في البازار؟ انت مالك؟ يلا اتكل على الله. طيب اتكل على الله. امال هيسكن فين طيب؟ انت مالك؟ اطلع برا، اطلع برا. ماشي بقى يا عم بقى، الواحد ما يستفسرش في حاجة. سأتي قريبا، سأتي قريبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه انا ازاي اوافق ان كنت تطوهوا بابي؟ يا ماما احنا عارفين ان انت ما وافقتيش ولا حاجه يا ماما. بس سيباكوا تعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه. يا ماما يعني احنا سيبناه يبات في الشارع؟ ما هو بات عند خالتي سميحه في شقتها الشرحه السرحه البرحه دي، من وسعها يا ماما يلعب فيها كوره ويقسم ويباظ ويلعب ماتش كوره هو واصحابه. في اصلا واحد عمره عدى ال 100 سنه بيلعب كوره اصلا؟ انت اصلا ما تعرفيش جدي ده. بصي جدي ده فظيع، بيلعب كورة وبيلعب كرة سلة وبيلعب كرة باسكت، فظيع فظيع فظيع. غير بقى الإيقاع المائي، غير الباليه المائي، غير الجمباز، غير السباحة العادية طبعا، دي أنشطة كتير جدا. ماما 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 على فكرة انت مش زعلانة عشان احنا ادينا جدي عنوان غلط، لا انت زعلانة عشان ادينا له عنوان خالتي، لان انت اصلا ما بتحبيش خالته في مشاكل بينكوا. صح صح يا ماما، حتى بالامامه ما بتكلميش خالتي بقالك 25 سنه. عشان خدت السلسله القلب ام فصين اللي امي اشتريتها لي. قلب وفص ايه يا ماما؟ دي 18 جنيه وفالصو. وبالمناسبه السعيده دي عملت لكم عصير برتقال بالحبيبات فظيع فظيع فظيع، بس صبيت كوبايه واحده ليا. دولة حبيبي حبيب قلبي، ازيك يا دولة؟ يا الواحد تعب من طلوع السلم، ازيك يا دولة؟ انت ايه اللي في ايدك ده؟ دي كوبايه عصير يا دولة.
لا يلا اللي في ايدك التانية يا غبي. لا يا دولة، دي بقى الشنطة الصغيرة اللي جدك رواش قال لي خد طلعها، هادي يا رمزي، وانا هطلع الشنط الكبيرة بقى. وبعدين قال لي كمان انت خيخة باين عليك. يا يعني ايه خيخة دي يا دولة؟ خيخة؟ خيخة دي كلمة محدش بيستعملها من زمان، هي عموما شتيمة، بس بالنسبة لك انت تبقى مدح يعني. الراجل ده استدل على عنواننا ازاي يا عادل؟ مش انت اديت له عنوان خالتي يا عادل؟ يا حبيبي يا بابي، اخيرا سيلتق الشتات. انا عايز اقول لكم يعني ان احنا وخالتي واحد يعني. يعني ايه بقى ان شاء الله؟ يعني ملوش خير في اهله، ملوش خير في البازار. انت ايه اللي موقفك هنا؟ اطلع البازار يلا يا رمزي. لا يا دول، انا عايز احضر اللحظه التاريخيه دي يا عم بقى، لحظه وصول المومياء. بعدين يا جماعه على فكره، يعني من غير ما تندهش ولا تضايق ولا اي حاجه، قبل ما يطلع جدي هقول لكم بسرعه ان انا كنت فعلا كتبت العنوان بتاع خالتي، وبعدين ايه لقيت ضميري صحي وقال لي ايه يلا عادل انت بتستهبل، ضميري صحي وقف لي، ده جدك يلا، يعني الجذور، يعني الاصاله، يعني العراقه، يعني الكرامه، يعني ابو امك. يعني انا، يعني انت، يعني على بطنها تنور، على صدرها تنور، اطلع من دول، انت بتعمل ده كله عشان الميراث. وفيها ايه يعني؟ انا بضرب عصفورين بحجر، حجر منهم هيجي في ان انا الم جدي وشوتات جدي من الشوارع، الحجر التاني ان شاء الله يضمن لنا حقوقنا باذن الله يعني. يا رانيا انت عموما بعد كده هتشكرين ان شاء الله لما تلاقي نفسك بتصيفي في فرنسا. يا دولة والنبي ابقى خدني معاك يا دولة. ها بس ابقى قطع لي الفوزيتا يا دولة. يا نقله ان شاء الله جدي بقى هيقطع لنا كلنا الفوزيتا. فين الواد الهافة اللي اسمه عادل؟ ايه تهات يا عادل يا هافة؟ احلويت وكعورت كده ليه مات؟ انا مش عادل. مال انت مين يا عمر؟ يا جدي دي مراتي يا جدي. جدو هاف كده قطع هزق. اقول لك ايه يعني؟ اقول لك يا انكل جدو، شايف الواد اللي اتقتبه يا نعام؟ شايف الواد اللي اتقتبه؟ يا نهار اسوح، يا نهار يا انت، انا السبب في وجودك يلا. معلش يا جدو، من حفر حفرة لأخيه وقع وترزع هو فيها. اسم الله عليك يا دول، انا فضلك دارك. بتزيط انت في الزيطة، وبتنسى ان انا بديك بالجزمة واحنا لوحدينا. يا اخوانا مش معقول كده حد يجيب كوباية مية للراجل اللي طلع السلالالم دي لوحده. سلالالم؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مين العسل دي؟ الله. يا جدي دي حماتي يا جدي. حماتك؟ بس يلا بس اسكت خالص، ما تتكلمش، سيبنا انا قاعد كده اهو في وسط بستان الورد اللي انا خدت منه ورد ده. هاي عليكو. ودي بقى الاموره الحلوه دي تبقى بنوتي برضو. يا نهار اسوح على صينيه البسبوسه اللي احنا وقعنا فيها. وايه اللي معاك ومع الواد الهوزق ده؟ هو في ايه؟ انا عملت لك حاجه؟ عملت لك حاجه؟ بقى تبقى عارف ان ستك سيدك اللي هو ابو امك اللي كان سبب انك انت امك جت وجاي النهارده في القشاش، مش تقف في المحطه تستناني يا جعر. يا جدي قشاش ايه؟ القشاش ده بيطلع وهو وظروفه، اقعد انا بقى مستنيك في الشمس يعني لغايه ما دماغي تتقور؟ ما كنت تقول لي يا دوله وانا افتح لك الشمسيه يا عم. انا اللي هفتح لك دماغك دلوقتي، اسكت خالص. معلش يا بابي، عادل ده طيب قوي، مهنش عليه انك تبعد عننا، فاصر انك تيجي تقعد معانا. شفت بقى يا جد انا طيب ازاي؟ طيب ايه وصفت ايه؟ ما لازم اقعد هنا، ما ده بيت انا اللي شاريه بفلوسي. ده شاريه ايام ما كان الجنيه جنيه بقى. وهو الجنيه عمل عمليه بقى ربع جنيه ولا ايه؟ بقول لك ايه يا جد، الكيسه الجميله دي جايب لي فيها هديه جميله؟ البت دي هبله. لا دي عده التشجيع بقى، يعني احنا هنا اهو في الكيسه دي كنا نطلع بقى لما تكون في الماتش رون طلعين بقى وبعدين بقى ايه بالصفافية اربعة عشان نلبخ الحكم وبعدين وبعد كده بقى ايه نقوم بالطوب ده بقى ونقوم في دماغ الحكم. ده لانكم بتتغلبوا طبعا. المفروض بقى يا كيتو انك تبقى عندك روح رياضيه. ده بيطلعوا روحنا، روح رياضيه ايه؟ واحنا ده مفيش بقى، احنا حتى ما بنتعادلش حتى. ربنا يسهل بقى جدي وتتعادلوا كده من حين لاخر. يعني ايه من حين لاخر يا دولة؟ يعني تغور من وشنا وتغور من هنا، كفايه علينا العضو الجديد في الفريق، ولما نشوف مين اللي هيقعد على دكه الاحتياطي. بقول لك ايه يا عادل، انا جامي 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 هسيب الاوضه بتاعتي لاي حد. ها ولا عادل يا هفا،
وانا بقى الاوضه بتاعتي بقى بيبقى فيها ايه بقى؟ بيبقى فيها مثلا مروحه في السقف، فيها سرير وبتطل بقى على الخضره، على الخضره وعلى الميه. وما قلتش ليه والوجه الحسن يا جدو؟ ما هو ده كتير اهو، يعني كله حلو وكله حسن. خضره وميه ووجه حسن، افرش لك في الحمام يا جدي. شوف الواد الهوزق، الواد الهوزق. يا بابي انت هتقعد في اوضتي عشان انام في حضنك. ماما وبالمره بقى يغطيكي ويحكي لك حدوته قبل النوم. اه ويمسك رجلاتك ويعمل لك زغزغيشن تيكلينج تيكلينج. اوعى تعمل كده يا بابي اوعى. مفيش حباب تيكلينج تيكلينج، ده ناس هبله. ماما ازاي انا وانتي وجدي او ياسمين يعني ازاي هننام كلنا في اوضه واحده؟ حصرت الصيف واسعه. وبعدين لا لا لا، وانتوا هتسيبوا واكل ايه يعني؟ لا مفروض الستات بقى يقعدوا هما مرتاحين كده هون، والرجاله هما بقى اللي بيضحوا يعني، ولا البيت ما فيهوش رجاله. انا ضحيت وبعت لك عنوان البيت. انا عندي فكره يا جدو. جدو 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 جدو، ايه رايك يا جدو تروح تنام في اوضه الدوله؟ بيت اللي خلفوه جوه عشان كل شويه تعزم على ناس ما نعرفهاش؟ تتبرى مني يا قرش، ده انا كنت في قصر، كنت في قصر وعايش معشعش ومخرم طول الوقت. وبعدين يعني انا عايز اوضه. بص انا هسرح ومطرح مبروك. نزرع شجره. بس يا هبله. انا بتتريق على جد كبات؟ لا ده انت وقعت مع جد، ده انا اصيع جد طالع في الشرقيه الغربيه. انا اسفه، انا اسفه جد، اسف حقك عليا. يا سلام، القوي فيه اللقوه منه. جدو اشتمني اضربني. بص بص انا مبهور بيك يا جدو، انا مبهور بيك. الواد ده شكله طيب وحيوان على صغير كده يعني. ايه على اهبل على بجدع يا جدع. طبعا وراحه الجسم تبدا من القدمين. خد رمزي يا جدي وهديك فوقيه شراب هديه. بابي هو انت ما جبتليش هديه معاك وانت جاي من السفر؟ هديه؟ هديه جبت لك هديه. هديه. انا كفايه عليا ان اشوفك يا بابي. انا كفايه عليا اشوفك يا بابي. اسمها بابي وبأمانه ان انت بتدوري على الهديه. طبعا جدي ده اصلا مليونير وهداياه فوق مستوى تصوراتنا. بص بقى المفاجأة بقى اهي. ادي جبتلك بقى خمس حقن دول انا كنت جبتهم بقى لما كنت بقى في المستشفى اللي هي الوطنية بتاعت ليبيا، وكان معايا بقى ممرضات، كنت انا بقى مع الممرضات نقعد. يلا ميرسي يا بابي. بس لازم انت بقى ايه تغليهم في النار الاول عشان الميكروبات تطلع منهم، عشان كان في بنت ممرضة عندها وانا كنت يلا فوق مستوى تصوراتنا واحلامنا. ايه حتى عايز حاجه تاني؟ انا يا جدي ما جبتليش هديه معاك انا كمان؟ هديه جبت لك ايه البت الهبله دي؟ ايه البت اديها حقنة، اديها حقنة. انا مش عايزه حقنة يا جدي، انا عايزه هديه. بعدين عشان دماغي. يلا يا ساتر. يا ساتر ايه؟ ما البيت كله قاعد قدامك هنا يعني، وبعدين انت رايح على فين؟ انا هخش ومطرح ما هبرك بقى. ايه هو ده المكان اللي انا هنام فيه؟ يا ساتر. لا حلو حلو. طب اطلع علينا انا ساكنه. انزل عير، انزل عير، انزل عير. ها جدي اوضه ما عجبتكش طبعا. الاوضه دي بقى هتبقى قبلي مثلا ولا ايه؟ وحر جدا 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 لعلمك يا جدو، درجه الحراره في الظل بس 80 درجه فهرنهايتيه. ولعلمك انا جايبه الحكايه دي من الارصاد الجويه. أرصاد جويه؟ انا بابا بحب اللي هي الاوض القبل دي يعني، اتحسس كده ان هي حلوه يعني. بس انا عارف يعني يا جدي بتلاقيها قبلي ساعات، وساعات بتبقى بحري، وما بتبقى بحري بيبقى بحر بقى يعني هوا جامد جدا، وما بتبقى قبلي بتبقى قبل بقى يعني بتبقى حر جامد جدا. بس انا عارف برضو البلاط اللي هو ساقع يعني، وبحس انا بتروى رجليها ما بتسخن بشلت على طول. انا بملك لها دي، فعشان كده انا حابب دي. وبعدين انا ليا فيها ذكريات. ايه كنت عايش فيها قبل ما تتبني مثلا؟ لا اصلا شبه الاوضه اللي انا كنت عايش فيها في زريبه عبده. يا جدي بس دي مش زريبه، دي اوضتي انا ومراتي. تبقى ايه؟ تبقى زريبه. حلو. انا ابراهيم. انا انت كويس انا. و
واحنا بقى ان شاء الله يا جدو كده كاصحاب البيت هنروح ننام فين؟ ننام في زريبة عبده طبعا. لا ما هو بقى نقل بعد ما مات الله يرحمه بقى. خد يا بنت انعام خد تعالى. نعم يا بابي. خد يا بنت انعام انا جايب لك مفاجأة حلوة وجايب لك هدية. خد اهو شوية حقن اهو كملي شوية الحقن اللي عندك عشان يبقى عندك الحجم الكبير وعندك الحجم الصغير بتشديها كده اهو بعدين بتقعد تفك اهو. شكرا يا بابي. شكرا على ايه؟ انت هتعمل لهم عقده يا ماما. جدي معلش يا جدي الاوضه دي مش هتنفع لان دي اوضتنا. طيب اه بس يلا بس يلا الواد ده رخم قوي قوي دولا ده رخم يا بابا بالاول انا مش مستوعبه ومش مستضافه. خد يا ده افتح بقك سكر قوالب يلا انا اتبسطت بيك هات خد ربنا يخليك يا بابا سيستو. خلاص يا ده اسكت خلي بالك يا جد احسن ارفوسك. بابا سيكتو بقى بابا سيكتو. بس يا عدل انت انا هعرف اتعامل معاه لان الناس الكبار دول في السن ده بيبقوا عاملين زي الاطفال. سيبهولي. جد يا جد جودي يا جودة تعالى ما اقولك ايه عايزة ايه. بصي يا بيضة يا اختي قمر والمصحف قمر. بصي يا قلبي احنا عندنا اوضة جميلة حلوة وبرحة واحلى من دي بكتير فيها لعب كتير وكور بس فظيعة. مصر. ايه اللي عدو طب تروحي يا اختي غدوره تقعدي فيها مدام فيها لعب روحي. بص يا قطه انا عندي استعداد احرم نفسي من الجنه والله عشان خاطرك انت يا وطوط يا جميله زمالي اختي والمصحف. هو انت ما تعبتيش؟ وبعدين بقى جدي؟ وبعدين انا هقعد في الاوضه دي انا هقعد في الاوضه دي لان انا صراحه الاوضه دي عجبتني وانا دماغي بقى بتبقى جذبه قديمه يعني انا بره وانا كنت في المغرب وراكب الاوتوبيس وعمال بقول للراجل قطع التذكره وكنت رايح ده لوبا وبعدين ورحت نزلت الشمس وبعدين ولا كنت رايح فين؟ شبرا رخيمة يا بابا ست. انزل يلا انزل يلا العالم يقعد الشعبات على الاتوبيس يعني وايش وده بقى اللي حصل وانا هقعد في الاوضه دي. وبعدين يا جدي يا ابني ما تحاولش وخاف على عمرك لو ولع في الاوضه وانت نايم فيها زي ما عمل في زريبه عبده والحمير جريت وهي مولعه. ما تخافيش يا ماما انا هعرف جدي ده ساب المغرب وجي لي ان شاء الله حتى لو حكمت اسال في السفاره. ولا سيد رمزي يا بابا ستو رمزي. اي زباله روحي هات لي الشرط بتاعتي من بره. حاضر حاضر حاضر. انت اسمك يا حلوه. السلام عليكم. اوعى 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 من خلقتي. وايه اللي انت بتنضف صورتك؟ انت اصلا ما بتستحماش. الصوره دي ما تحطها ليش هنا تاني. الخزنه فاضيه من يوم ما انت حطيتها لي فوقيها. ماشي يا دول. ايه يا دول انت بقى ايه ما عملت ايه في الموضوع بتاع جدك ده؟ هو انت مالك؟ انت اساسا سبب كل المصايب اللي انا فيها دي. اه يبقى ما لقيتش سبب للموضوع ده وانا دوله. ايه اللي خلى جدك يسيب المغرب ويجي هنا؟ ايه السبب؟ عرفت السبب ومش هقول لك يا رمزي. اه يبقى سبب ملوش حل يا دوله. انت ما ينفعش ترجعه المغرب تاني. ولا ابعد عن وشي دلوقتي خالص. ابعد عن وشي انا مش ناقصك. اتكل على الله. يا دوله عيب يا دوله انت هتخبى عليا يا دوله. ده انا رمزي السرجاوي. ايه رمزي السرجاوي ده؟ يعني اذا كنت انت ابن عمي يا ابني فين السرجاوي في اسم العيله اساسا؟ لا يا دوله ده نسبه الى عيله امي. السرجاوي ده نسبه للسرج اللي بيحطوه على ظهرك يا حمار. اه يا دوله بيدفيني والله بدل البرد اللي ناقع في جتتي ده. هو ها قول لي بقى ايه. مفيش يا رمزي. جدي عمل مصيبه في المغرب قبل ما يسيب المغرب. يا دي النيله يا دي النيله. يعني مش لاقي الا ساعه المغربيه ما يعملها بالليل. اه كان عايز ينام قال اعمل مصيبه وانام بقى على طول بعد المغرب يعني. يا دول انت بتقوم على عم يا عم. انت قصدك يعني دوله المغرب. اللهم صل على النبي. انت عرفت دوله المغرب؟ اه يا دوله دي دوله اوروبيه معروفه. اوروبيه يلا اهو نص العمى ولا العمى كله. المهم يعني جدي بقى اما راح دوله المغرب الاوروبيه اللي انت بتقول عليها دي يعني كان في ماتش هناك راح الاستاد يتفرج على ماتش بين الزمالك والمغرب المغربي. طب هو ليه يا دوله ما اتفرجش عليه في التلفزيون يعني؟ انت جاي تسال مش انا اللي بحكي. انت بتتكلم ليه؟ انت تسمع وانت ساكت وخلاص. انا اللي بحكي. ماشي يا دوله انت هتحكي دلوقتي؟ اه قول يا دوله انا هسمع. اهو قول. بقول لك ايه يا دوله تيجي نقفل البازار ونروح نقعد في القهوه نحكي؟ هتموت انت وتجيب درف وخلاص. اسمع وانت ساكت. المهم يا سيدي بقى ما تهبب جدي وراح اتفرج على الماتش في الاستاد وما شافوش في التلفزيون
وهو في الاستاد المغرب طبعا بتلعب جامد جدا والجمهور كله جمهور مغربي. المهم راح الزمالك اتغلب يعني، فبعد تالت جون جدي سخن قوي لان جدي اصلا كان هو زملكاوي عتيد يعني، فقال لا كده ما ينفعش وطوبة وفي دماغ الحكم يا معلم. بس وما اكتفاش بكده، لا شوية طوب في دماغ اللعيبة ونزل عمل قلق في الملعب تحت، نزل في الملعب ملعب تحت ومسك الكرة قال ايه عايز يجيب جون شرفي عشان يبقى 3-1 بدل 3-0. اتفضل اتفضل. المهم يعني الحرس المغربي بقى مسكوه ورحلوه من المغرب ومنعوه من دخول دولة المغرب الأوروبية تاني خالص. طيب ايه رأيك يا دولة في ان هو ممكن يعني يجي هنا هون يقعد في البازار وانت تأجر لي الأوضة اللي هي فوق السطوح دي يعني اللي جنب الفراخ، واو لما اجوع اقوم دابح فرخة واكلها، اذبح اكل اذبح اكل. استنى استنى، هو في أوضة فوق السطوح عندنا في العمارة؟ يا خبر ابيض يا دولة ما اقولكش بقى يا عم، دي الفيلا، الفيلا اللي انا بحلم بيها يا دولة طول عمري، نفسي في خلال ال 30 سنة اللي جايين يا دولة اشتريها وامتلكها. ادعي لي يا دولة. مش هدعي لك، المهم يعني الفيلا دي اللي انت بتحكي عليها الأوضة اللي فوق السطح ايجارها كام يالا؟ لا لا دي حراقة يا عم. كام؟ اخلص. وصلت ل 20 جنيه دلوقتي. وصلت ل 20 جنيه؟ طب هي كانت بكام يعني قبل كده؟ لا كانت بستين جنيه دولة، بس انا ما كانش ساعتها معايا فلوس. ولا يعني هي كانت زمان رخيصة بستين جنيه ودلوقتي وصلت لعشرين جنيه ما شاء الله. يعني فعلا الزكاوة دي مش ملهاش علاقة بالوراثة لان انت غيري طبعا يعني. انت عارف انا رمزي البيضة الاول ولا الفرخة؟ سطوح؟ سطوح اللي عايز ترمي جدك فيه؟ يا ماما هو انا هرميه منه يا ماما؟ يعني هيقعد عادي في الاوضه؟ يا بصي اقول لك حاجه، بلاش بلاش، انا ورانيا بقى اللي هناخد الاوضه بتاعه السطوح دي وهقدم على تليفون ان شاء الله، واول ما يخش لي التليفون اي حد عايز حاجه ما يطلعليش، يكلمني في التليفون وانا ابقى دلدل السبب. ماشي، بس بابي ما يطلعش فوق السطوح. بابي؟ ماشي يا ماما ماشي، مش هيطلع فوق السطوح. ماما انا اللي هقعد فوق السطوح انا ورانيا، خلاص ما يجراش حاجه يعني عادي جدا، لان انا كمان اكتشفت ان الشقه دي زحمه ما استوعبناش كلنا، فانا ورانيا هنقعد فوق السطوح خلاص. والله هتوحشني يا عادل. ايه ده انت صدقت ولا ايه يا ماما؟ عادل بص من الاخر كده يا عادل، انت عايز تاخد جدك تطلعه تقعده فوق السطوح اهلا وسهلا، بس ما تدخلش مامتي في الموضوع ده وما تطلبش من اي حد فينا اي خدمه في الموضوع ده. طبعا عشان كلكم خايفين تواجهوا جدي. لا يا خفيف، عشان انت بس اللي اتضريت، انت اللي سبت اوضتك، ما حدش فينا ساب اوضته. ماشي عادي جدا، انا هقول لجدي وهواجهه، هو انا يعني هخاف؟ الحق يا عادل جدك. ما حدش يقول له ان انا هنا، ما حدش يقول له هناك. جدك افرغ محتويات الاوضه كلها واصبحت هشيم. هشام؟ هشام مين اللي جاي يسكن عندنا دار اخر؟ هشام ايه عادل، انا جبت سيره هشام، بقول لك جدك خرج كل محتويات الاوضه بره في الصاله. على بقى لقبط، اتمرش فيكوا حاجه، على بقى لقبط. ايه يا جدي؟ ايه في ايه؟ دي اوضه تقعدوني فيها، حرام عليكوا حرام عليكوا، ده انا كنت قاعد في قصر، حرام عليكوا. احنا برضو اللي حاطينك فيها يا جدي. دي اوضه سقفها واطي، كل ما باجي انا بحس ان سقفها يكبس على الصدر، حرام عليكوا حرام عليكوا. فخرجت السرير ونمت على الارض براحتك بقى. عشان برضك يعني الواحد يكبر المسافه بينه وبين السقف، يعني مش كل شويه يخبط في في. طب بص يا جدي، في اوضه فوق السطوح هتنفعك، هتعجبك جدا. اهم حاجه سقفها عالي، كابورليه من غير سقف وازاز كهرباء. ايه ده؟ ودي كام دي عادي؟ اقعدي ساكته انت خالص بدل ما يطردنا من الاوضه ونترمي على السلم. ها يا جدي ايه رايك؟ ايه رايك تيجي بقى تتفرج على الاوضه دي بنفسك؟ انا بطلعش اشوف اوض، الاوضه اللي تتزل هنا، حرام عليكوا حرام عليكوا. ماشي يا جدي اجيبها لك تتعرف عليها، مع ان انا شايف يعني ان انتوا انت والاوضه يعني لو اتقابلتوا في حته محايده مش هنحرجها. وعيالنا اللاعبين شباب انتوا فين؟ انت هاد انت يا بنت؟ ايه الراجل ده؟ اهلا وسهلا،
اهلا وسهلا بالحج، نورت السطوح والعماره والحته كلها. بصي ورا لسه ما حجتش، ما تقوليليش يا حج، بس عملت عبره يعني الحمد لله. قولي لي يا عمري. طيب يا حج يا عمري، يعني اهي الاوضه اهي حلوه وبرحه وشرحه وريحه زي الفل. ايه رشره الارصاد الجويه اللي احنا نزلنا فيها؟ مين اللي بنت مين؟ انا مبيرفت يا اخويا. مبيرفت؟ ومبيرفت عامله ايه بال يا اخويا؟ اسكت، تعبانه قوي 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 مع جوزها. وجوزها اسمه ايه؟ ابو مدحت. ومدحت عامل ايه بال؟ ايه بغلبهم، مغلبهم قوي. والناس كلها تعبانه الا انت يا بقف. صح مرتاح انا فعلا يا جدي. وانت بقى هتبقي كل يوم يعني هتقعدي معايا هنا بقى مش كده؟ لا يا ربي يخليك. لا طبعا يا عمري، انا طبعا ليا شقه هنا في العماره، لان العماره دي كلها بتاعتنا. بس يعني وانت طالعه بتنشري الغسيل هتيجي تزوريني ولا ايه؟ طبعا، امال ايه يا عمري، امال ايه، ده الجيران لبعضها. بس انا دلوقتي بقى بنشر في بلكون شقتي لاني مش قادره لا اطلع ولا انزل. ركابي توجعاني قوي قوي قوي. طب ما دام ركبك تعباكي تعالي لي ورا ادلكهم لك. تشكر يا اخويا، الف شكر. بس انت يعني لو جايب معاك من المغرب زيت كده اسمه المنكار يبقى الف كتر خيرك، اديني حبه وانا ادلك بيهم رجلي. اوي اجيبه. يا سلام، انت بس تجي لي يوم كده وانت لوحدك ما فيش حد، اديك شويه زيت يلا. تعلم المنكار. قلت يا اخويا عايزني اجي لك ليه لوحدي؟ ايه القدسه العبيطه دي مش فاهمه يا ياض. لا بالعكس كمو ميرفت، ما تقلقيش. ايه يسلم بقك اللي بنقط عسل نحل. لكن اهو بص بقى يا عمري، اتفرج على الاوضه شرحه وبرحه وزي الفل. انا بقى هاجرها واخد منكم 200 جنيه في الشهر. 200 جنيه يا مو ميرفت؟ ايه 200 جنيه؟ 200 جنيه لا، مش اقل من 400 جنيه. يا جدو دي ب 20 جنيه. وانت مش عارف انت هسكت مين؟ مش اقل من 500 جنيه. يبقى يا حبيب قلبي نقول بقى 700 جنيه. مش انت اللي هتدفع؟ مين ده اللي هيدفع ياض؟ لا انت اللي هتدفع، وباخصم من الورث بقى ان شاء الله. لا علامتين طبعا يا ام ميرفت. بص يا سعادة، انا مش هقدر انزل كلام الراجل الطيب ده في الارض. زي ما هو قال انا هنافس، ده مش طمع مني ولا حاجه. لا ابدا، ده جشع مني. ايوه بس مش طمع. واخبار ميرفت ايه؟ كنت يا عمري زي ما قلت لك في الاول، تعبانه قوي 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 مع جوزها. وهي بقى ايه؟ وجوزها ده اسمه ايه؟ ابو مدحت. طب مدحت بقى عامل ايه مع ابو؟ يا قطعت، انا ما بلهاش خلاص، هي من سكه ولا من سكه. طب وانت عندكم ايه؟ هو ابو فاروق؟ عندكم ابو فاروق؟ ايوه يا اخويا عندنا ابو فاروق، ده لسه راجع من الحج ولا كان حاجه حصل ولا كانها حجت. وانت ركبك اخبارها ايه؟ تعباكي؟ والله يا عمري تعباني قوي قوي. ولا روح هات حاجه. الحمد لله. والله الحمد لله، ده لولا الاوضه اللي فوق السطوح كان زمانها دلوقتي مشاتيت في الارض. المهم ان انا قدرت احافظ على الموقع الاستراتيجي الاخير اللي موجود ليا في الشقه هنا. مع ان بابي هيبقى بعيد عني، لكن مش مشكله، طالما ساكن فوق هنقدر نشوفه كل شويه. يعني يوم جمعه وهو رايح يصلي مثلا صلاه الجمعه. رمضانات بقى كده يعني. عارف يا عادل، انا معجبه جدا جدا بيك في صياغه الامور وحكمتك في تسييس الامور. ماما إيه؟ ماما الحي في ايه؟ الحي، ام ميرفت ماسكه في جده عماله تصور. يا خرابي ليه؟ دي غلطتي، احنا حطينا يا اخوانا البنزين جنب الكبريت. عملت ايه يا جدي؟ كانت بتجري ورحت مسكتها دبحتها بقى قبل ما تبيض. دبحت ام ميرفت؟ هي ام ميرفت بتبيض؟ ام ميرفت بيني يا دغوف، انت الفرخه دبحتها وام ميرفت قعدت تصوت، بس اكتشف بقى قلت لها ان انت هتدفع لها 100 جنيه، 100 جنيه رخصت والله فراخ. وشوف يا سلام، وايه كمان يا جدي؟ الشعب افتقر والمهنة لمت، الواحد يروح يشتغل مهندس كمبيوتر احسن. يا هرابي يا هرابي، بتسرق بين العصايا المرصعة بالزلط الكريم. على فكرة يا حاج،
انا هسيبك علشان نعمل احترام للشعرتين البيض اللي عندك دول. دول شعرتين بيض؟ دول شعرتين؟ انت ما بتعرفش تعد دول شعرتين بيض يا ده؟ عايز ايه؟ بقول لك ايه، ما تخلينيش اخرج عن اداب المهنه وزعل مني الهجمين. لو زعل الهجمين ليه يعني؟ وانا لو ما سبتكش هتعمل لي ايه يعني؟ بقول لك نزل ايدك لو سمحت يا حاج. مين اللي نزل ايدي؟ انت نزلت ايدي؟ خلاص خليهم ولا يهمك. وانت لا مرضنيش انت تزعل الهجمين. انا بقى اتصرف من غير ما تزعل حد. شيل ايدي العصاية. اهي ادي العصاية. ايه حق ايه؟ تعال. حرامي حرامي. واسم الكريم ايه بقى؟ حفيدك الصغير رستم. رستم؟ رستم؟ في حرامي اسمه رستم؟ انت مش شايف يعني ده اسم غريب على حرامي؟ والله يا جدي اللي قدامك ده من سلالة العيلة المالكة، بس للأسف بعد ما أمموا نصيبنا في الأراضي ومحلق القطن وقناة السويس. قناة السويس؟ هم أمنوها؟ أمنوها؟ يا نهار أسود، ده أنا ليا فيها فلوكة. فلوكة إيه؟ المهم الزمن دار بينا من أب الجد لغاية ما بقيت زي ما أنت شفتني وضربتني كده حرامي. ولا يهمك خالص، ولا يهمك، لأن بص حرامي ناجح أحسن من كونستابل فاشل. المهم التوبة دي ملهاش معادة جدي، يعني أنا الصراحة كنت ناوي أطلع حج بعد العملية دي على طول. حتى بص أدي الباسبور والفيزا بتاعت السعودية. أنا حطيت كل فلوسي في الباسبور والفيزا واشتريت شوية سبح وجلاليب وساعة فيها بوصلة، بس قلت أعمل عملية أخيرة كده أكفي بيها مصاريف البيت يعني. إيه ده؟ والبيت حرامي؟ البيت حرامي؟ الحمد لله. وانت يعني كنت هسافر تحج بقى وخلاص؟ يا خلاص يا ده، انا هساعدك يا ضبط. انت لو انت تتوب توبه وانا هساعدك بقى. ربنا يخليك يا جدي، ايدك ابوسها. لا استغفر الله العظيم، لا استغفر الله العظيم. هذا الباسبور؟ لا الباسبور ده خليه معايا عشان هساعدك يا ضبط، وليك عندي شغلانه. حاجه بقى ايه يعني؟ شغلانه زباله يعني. بجد؟ بجد يا ضبط. وقوي كده الاريال ده بقى ايه يزبط ويلقط بقى. اول ما يجي التلفزيون اوصل الاريال على طول ويلقط بقى من الدش بتاع ميرفت ويلقط بقى الفضائيه المغربيه ويبقى كله تمام. حرامي يا ماما. ايه ده؟ اتقبض عليه تاني. الفاشل الفاشل هينجح امتى بقى؟ هيسرق امتى بقى؟ سمعتك خلاص. سمعك خلاص. حرامي يا ناس. خلاص عرفت ان انا حرامي. هادي بقى. لا 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 لا، ولا اوعى توقع التلفزيون ده على الارض. عليه اقساط، خليك تدفع الاقساط قبل ما تسرقه. انا بقول لك اهو. يا لص يا زق الفجر. قلت لك يا عادل ركب حديد على شباك المطبخ، ما سمعتش كلامي. انا دخلت من الباب عادي يا حاجه، ما تكلفوش نفسكم. يا سلام، هتعمل لي فيها يعني؟ خايف على فلوسنا؟ ده انا هفرجك. حرام حرام يا عادل بن فضلك، اصل حرامي سمفاتيك ورقه. ميرسي قوي يا فندم، ربنا يخليك. انتوا ايه هتقعدوا تسيروا مع الحرامي؟ بقول لكم ايه، كتفوه على ما اروح اجيب الواد رمزي واجيب شويه ناس كده ونمسكه نرن وعلقه قبل ما نسلمه لبويس. ما حدش يقول لي حرام. عادل يا حبيبي، ارجوك يا حبيبي، احنا مش في غابه، هو في بوليس وفي نيابه وفي محكمه استئناف. وفي محكمه الاسره اللي هوديك ليها ان شاء الله. اسمعوا كلامي، كتفوه. ها ياسمين. نعم. عارفه القلم الجاف؟ عايزك بقى ما يكتفوه تقعدي تغزيه في بطنه. ها حرام. ممكن الريموت بس بعد اذن حضرتك. حرامي؟ مسكت حرامي؟ مسكت حرامي؟ فين الحرامي؟ فين حرامي؟ مسكت حرامي؟ ايوه جد. ايوه فين هو الحرامي؟ اهو يا جدو هنا. فين؟ ها؟ ايه ده؟ كده هتفطسوا الحرامي. حرامي حرامي عليكم، حرامي عليكم. عشان ما يهربش يا جدو. يهرب وانا موجود؟ يهرب وانا موجود. طب ده انا بره بسكه الحرامي ويلا قوموا حرامي عليكم. هيفلت منك يا جدو. مش هيفلش. قوموا حرامي عليكم. ده فتس. انت فين يا عم؟ انت فين يا عم؟ اوه يا حرامي، كنا جبت سيرتي في حاجه. انا بسجل لك. انا بكره هحبسك يا حرامي. اهم جد الله يبارك لك، الشغلانه اللي انت جايبها لي دي تعبتني قوي. حرامي انت حرامي وجاي تسرق بنت حفيدي عادل سعيد الحيوان. حرام عليك. يعني هو عمل لك سرق ايه ده؟ تلفزيون يا جدو، التلفزيون 17 بوصه.
وبين الحيوان اللي بيسكو. انا يا جدو انا اللي مسكته لوحدي وانا اللي ساعدتها يا جدو. انت ما ساعدتيش اللي مسكته لوحدي. يا ريت مسكتوه يا حرامي حرامي. يا جدو عادل نزل تحت علشان يجيب العصايه والعصبه والناس اللي دمها حامي علشان يلقنوا الحرامي دانسن لن ينساه ابدا. دانسن دانسن هيلقنوه دانسن ومعايا وبهايا عيني يا حرامي. اوب تعالى لو وتلقنوه درس ليه ورا عد عصايه فوق وعدي سبوره وهلقنوه درس عشان بره كنت في المغرب وفي ومسكنا البوليس. يلا يلا يا عربي يلا. يا جماعه انا عايز اعمل لجوء سياسي لكوبا. ما حدش معاه تليفون جيفارا. جيفارا مات اخر خبر في راديوهات. يلا يا حرامي يلا. الله يرحمه. طب كاسترو. طيب كاسترو ده وقت كاسترو وجيري ده وقت كاسترو. تعالى تعالى حرامي ترى هبهدله هبهدله. مانديلا. طيب حدش معاه تليفون مانديلا. وانت جاي تنف جاي تنف جاي عايز مانديلا عايز معيش مانديلا. تعالى نف نف معايا. طب غاندي. طيب مناظير بوتو زوربا السوداني اي حاجه يا اخوان. الله حرامي الله حرامي كويس تعرف سكناه. خش يا حرامي خش يا حرامي كده خزلتني خزلتني كده يا حرامي. يا جدو ده انت عليك احفاد ياكلوا الزلط. ده سناء دي ايديها تقيله قوي. سناء سناء دي بقى انا هتقب منها. البنت دي على طول بتبوظ كل خططي بتبوظ كل خططي. طيب كذباني دلوقتي قاعد بقى قاعد بتفرج على التلفزيون بتفرج على الفضائيه المغربيه الفضائيه. ما تتفاهم معاهم يدوك التلفزيون ده هديه وتخلينا نخلع احنا من المشوار ده وتتفرج على المغربيه دي براحتك. لا لا يا راسح بص الحاجه اللي بتيجي بالسهل بتيجي بالسهل والحاجه اللي بتيجي بالسهل لا ما بيبقالهاش طعم كده. طعم كده طعم وانت هتاكله التلفزيون ده. ولا وانت هتطلبت معايا انا حرامي وهتطلبت معايا وحرامي. ولا بص انا هغير الخطه. انت عرفت الخطه الاولانيه؟ لا خلاص انا هغيرها. انا مش فاهم انا مش فاهم انتوا ازاي تسيبوه؟ هو احنا يعني اللي هربناه؟ ما جدك قفشه من قفاه وطلع بيه على السطوح فوق بيعلمه الادب بيتضرب يا عادل. وفين بقيه العيله فين بقيه العيله؟ دخلوا يناموا اعتمدوا علينا يا عادل. اعتمدوا على حيطه مايله. طبعا احنا كان المفروض من الاول نبلغ البوليس. بوليس ايه يلا ده بس جايب لي حراميه يمسكوا الحراميه قد ما هما بقى اللي هيفهموه بقى دول. انا قلت كده يعني. بص بقى دول انا عندي راي في الموضوع ده. احنا بعد كده اي حد يمسك حرامي يقوم حبسه عنده في الاوضه ويتكفل هو بمصاريفه عشان ما نكلفش البوليس يا دوله بقى. يا سلام انت صعبان عليك البوليس يعني كده الحرامي هيبقى جاي له عقد عمل يعني باب رزق بيتفتح له. بكده هنبقى استفدنا لان احنا هنقدر نفرتر المجتمع من اللصوص وكده هنعرف نعيش في المدينه الفاضله. صح يا رانيا. بص بقى يا دوله انا هطلع لبابا سته علشان نفسي اشوف الحرامي ده بدل ما يموته يا دوله. نفسك تشوف الحرامي؟ اطلع له وبابا جده بقى يا سيدي ده بقى ما بيفرقش اكيد هيلوشك هيلوشك اتكل على الله. في حاجه مريبه بتحصل. وبص بقى اهم حاجه احنا هنخش انت بقى هتروح على الشقه وعايزك تسرق الراديو بتاع العاب بنتي. ها بنتي اسرق الراديو عشان ده بخف وزنه وعالي صوته يعني. وبص الخريطه ودي الخريطه هنا مصر وهنا هو لبنان عشان ده انتاج مشترك بين مصر ولبنان. وبعدين هنا هو امريكا وهنا عند المطبخ وهنا المطبخ وانت داخل على المطبخ مالكش دعوه بالثلاجه مش تقعد تفتح الثلاجه وتقعد تاكل بينها. بقى انا بحب اتعشى قبل ما اتمسك. برافو عليك برافو عليك. انا احب الحرامي اللي يصرف على شغله. وهنا كمان السلام عليكم. كبسه كبسه ايه يا عم كبسه ايه كبسه من مدرس انت بتذنب. تعالى تعالى. السلام عليكم وحضرتك الحرامي. الله والله والله بص انا مبسوط قوي اني شفت حضرتك والله من زمان انا بشوفكم في التلفزيون والحاجات دي. وحضرتك اشتغلت مع الاستاذ توفيق الدين؟ والله كان هو كان هيحصل تعاون يعني بس ما حصلش نصيب يعني. انا رمزي. انا ارتحت لك قوي يا رمزي. ازيك يا رمزي عامل ايه؟ وانا رمزي نعم جدا. وانت بتحب العربيه؟ موت موت انا بحبه وهم كمان بيحبوني. ده انا اتسرقت قبل كده مرتين بيعشقوني الحراميه دي. بقول لك ايه يا رمزي وانت تشتغل بالعربيه؟ لا 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 خلاص لا يا عم ما تعملش دوشه خلاص بلاش مش عايز بلاش. لا انا قصدي موافق موافق يا بابا ستو. انت مرتاح له ده يا عم جده ده ولا ايه؟ لا والله مش مرتاح له بس هو حد يسندك برضه يا فاشل يا اللي فشلت في التلفزيون يا فاشل. انا 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 يا بابا ستو هسنده. انا جربني ده انا اصلا حرامي اصلا. انت اصلا حرامي؟ اه خلاص هو هجربه بقى وخلاص.
وانت تطمن يعني ما تقلقش خالص. تعالوا معايا بقى عشان غيرت الخطه. طب وهو ما حضرش الخطه الاولانيه؟ ويعني لو حضر التانيه هيفهم. ده غبي بقول لك، يعني غبي. امال جايبينه ليه لما هو غبي؟ بص، مش كل خطه بيبقى فيها نسبه فشل؟ وهو ده نسبه الفشل بتاعت الخطه دي. يا فاشل يا رب افشل، يا رب افشل. طب ما في واحد فاشل جاهز اهو، تاخده. نفسك بالشراب ده هتشبهنا يا ابني. اطفي النور هتفضحنا. وشغل البتاع اللي في ايدك دي. لا يا رستم، اهل البتاع دي افرض خلصت، وبعدين انا عايز الحجاره بتاعتها احطها في الحصان اللي هي بتاعي بقى. صوتك هتفضحنا. ماشي راقب انت الطريق لغايه ما انا اخش اجيب الراديو. ماشي. انا الطريق مش لما الاقي الراديو. ملامح رمزي. بس بس بقولك ايه، هو انت رمزي ولا انا اللي بحلم؟ لا، هو انا رمزي، بس مش عارف اذا كنت انت بتحلمي ولا لا. انا صاحي اشرب، بس انت جاي هنا تعمل ايه؟ طب انت يعني حضرتك صاحيه دلوقتي تعطلي شغلنا؟ ادخلي بقى جوه عشان خلص الشغل. ودي صوتك هتفضحنا. خلاص انا هبقى اشرب في وقت تاني. اسكت انت بقى، ايه الخيالات دي؟ قول انت نايمه. ها، الطريق امان يا راستو. الخطه نجحت. ايه يا ابني؟ ايه يلا بينا الخطه نجحت. يلا بينا يا جماعه. استنى يا راستو، استنى، الخطه لسه ما خلصتش. لازم نجرب الراديو ده اهو. نجربه ايه يا ابني؟ احنا هنشتريه. يا عم اسمعني يا راستو، افرض دلوقتي طلعنا احنا فوق وما لقطش اي قناه ولا حاجه، دلوقتي بابا سته هيقول لي انزل يا دي رمزي وبتاع، والسلالم عاليه يا عم. عشان انا مش هيمشي عليا تعبك ابدا. اللهم طولك يا روح. يا نهار اسود، وطي راسي شويه. تسكت بقى، وطي انت صوتك وتفضحنا. هو الراديو اعلى من صوتي. تغير المحطه. ايه ده؟ سمعتنا ازاي دي؟ يلا بينا. انت لسه هتقعد تعمل لي كده قدامي؟ صوتك يا غبي. يا جماعه ارجوكم اوعوا تفهموني غلط. امال نفهم ايه؟ وبعدين انت تخصص اجهزه كهربائيه بس، وانت ايه يعني فاتح في شارع عبد العزيز؟ يا ماما يا ماما، بس حرامي سمباتيك ورقه تاني. بابا ستو، بابا ستو، بابا ستو. ايه ايه بابا ستو؟ انا رمزي، انا رمزي. رمزي ايه؟ ده ولا مفيش ولا الف مبروك، الف مبروك يا بابا ستو. الف مبروك. عملتوا ايه؟ سرقتوا راديو زي ما قلتلكوا؟ لا، الواد رستم متمسك تحت، الحمد لله ربنا استجاب له دعايا وفشلنا. كان فاشل واحد، دلوقتي بقوا اتنين فاشل، بقوا اتنين فاشل. اعمل ايه بس يا ربي؟ استغفر الله العظيم، انا اللي قفلت عليه. المره دي بقى لا تقول لي جده ولا ام جده، انا ظبطتك متلبس. هوديك الاسم يعني، اوديك الاسم. لا لا حرام، بليز يا عادل، ده حرام مش انفتشيك ورقه خالص. بيبي بليز، اديله فرصه ثانيه. ما هو اصل القانون بيقول لكل حرامي ثلاث محاولات. ده في انه قانون ده؟ ان شاء الله قانون البلاي ستيشن. كده يا مفتري تاخد الراديو بتاعي اللي بسمع فيه ام كلثوم وقال الفيلسوف. خش يا فاشل، ورا كل شويه، كل شويه اروح اضمرك واجيبك من حته، كل شويه اروح اضمرك. يا عم اديني الباسبور بتاعي بقى وخلصني. عايز ابعت امي تروح تحج، وانت بقى بلغ عني وسلمني للبوليس براحتك. وانت كنت عايز تروح تحج قبل امك ما تروح تحج؟ طب ده انا بره كنت انا عايز اروح احج قبل امك وامي، وكنت في المغرب وبعدين قلت اروح احج يلا. طب انا دلوقتي يعني اراضيك ازاي انا دلوقتي؟ يا جماعه بصوا بقى، يا جماعه بصوا، بابا ستو احنا بقى، انا هقول لكم على فكره جديده خالص. أوه. احنا دلوقتي سرقه البيت بقت خطره علينا دلوقتي، وما بقتش مناسبه لينا، لان الحراميه الكبار اللي زينا ما ينفعوش في الشقق دي. صح. احنا انسب حاجه لينا سرقه البازار.
اللي انا شغال فيه اللي هو بتاع دول حبيبي. ها احنا نروح نسرق البازار، ودلوقتي البازار ما فيهوش غير انا، وانا جبان بخاف من الحراميه، فهنسرق بسرعه وكده هون العمليه هتتم بسلام وامان. ايه رايكم بقى؟ وبالمره كنت عايز اسرق حاجه مهمه قوي من البازار. وانت تقعد تقول كلام كتير قد ربع ساعه بتقول انا خلاص انا بقى انا هتصرف انا، وبصوا اقول لكم على فجاه ايه العمليه دي انا هنزلها معاكم بنفسي. الله 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 يا اكبر حرام يا بابا ستو. الواحد بقاله فتره يعني ما سرقش حاجه، بس خلاص بقى قررت اسرق. وبص على اوريكم الخطه عند اللي هي اللمبه بتاعت الخطط واللمبه دي، وانت بتنزلها كده اهو، وبعدين بتطلعها كده وتنور وتنزلها كده اهو، وتقعد تطلعها كده وتنزلها. وبص بقى العضلات، بص العضلات. ارنولد عرفته؟ انت فهمت حاجه يا رمزي؟ لا يعني عرفت هنعمل ايه ولا ايه؟ الحكايه دي غريبه، انا حاسس ان في سر معين، لان الحرامي تاني مره نقفشه وجده يمسك الحرامي وبعد كده يرجع تاني الحرامي. اعتقد ان جده فشل في اقناع الحرامي ان الجريمه لا تفيد وان الاصلح العمل الشريف. لا 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 لا، جده ما بيتكلمش بالاسلوب ده خالص، يا ريت يقول الكلام الحلو ده. انا حاسس ان هو اللي ورا الموضوع ده كله. ايه ده؟ تقصد تقول ان جده متواطئ ورا كل اللي بيحصل ده؟ ده مش بس وكده، لا مش بس وكده خالص، لا جده ده لعلمك بقى الراجل ده خطر، وانا شاكك انه في المغرب كان وراه قضايا وان البوليس الدولي بيدور عليه. انا بقى هبلغ فيه البوليس الدولي. لا لا لا، وعارف ايه كمان؟ اصلا جده كان في امريكا، ممكن يكون هناك اتعرف بمستر اكس او اكس بقى واي زد، انا ما تفرقش معايا. جده ده انا مش هستنى عليه لغايه اما مثلا يعمل لي سندوتش مفخخ وياكلهوني، ده الراجل ده مرعب رهيب. تقصد تقول ان هو عايز يعمل انقلاب وعايز يبقى رب الاسره؟ لا 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 لا، احنا لا يمكن نسمح بهذا التجاوز اصلا. انتوا يا ماما اول ناس هتجروا اول ما تلاقوا اول توكه حزام اترفعت عليا، بس انا بقى اللي مش هسكت، لن اسمح بهذا التجاوز. ايه هيرميني بعد كده في المنور؟ لا بصي انا هطلع دلوقتي اتجسس عليه واكتشف بيفكر ازاي، عايز يعمل ايه، اي حاجه اي حاجه. عادل توخى الحذر. سافعل سافعل. أنا عندي خطة لسرقة البازار، إحنا نروح نكمم عادل ونسمم التماثيل وبكده البازار يبقى في إيدينا. وفين بقى هي الخطة؟ ما قال لك يا عم جده هنكمم عادل ونسمم البازار وبكده التماثيل تبقى في إيدينا. لا أنا عندي خطة تانية خالص. إيه؟ إحنا نسرق البازار ونقعد نعمل كده. كل حلفائك خانوك يا عادل، حتى رمز الحيوان. يا عم جدي ارحمني بقى، اعتقني، نديني باسبوري، نفسي اتوب، نفسي اعيش حياه شريفه يا ناس. ايه يا رسم انت متسربع ليه على التوبه كده؟ هتوب يا عم. بص انت تتوب على عيب احسن، اسمعني. ايوه هتبقى اجازه وهتعرف تاخد اللي انت هتاخده، تمشي بقى براحتك. بص يا ده حرابي يا ده حرابي يا حرابي، باسبورك باسبورك هيفضل عندي. وبص انا عايزكم تركزوا في الشغل، عايزكم تركزوا في اكل عيشكم. تعالوا معايا، شايفين البتاعة دي؟ ايه هنسرقها؟ لا يا قط اسرق ايه، دي انا عايزكوا تتدربوا عليها عشان دي اللي هتخش كده وخش كده وخش كده. عايزكوا الاتنين مع بعض شدوا على طول، واحد اتنين وشدوا على طول، واحد اتنين تلاتة. كهربتوا؟ اه انا اللي كهربتها. يلا حربية. ايه ده؟ مين ده؟ انا رمز يا بابا ستو. هو عامل حرامي؟ اه. طيب دلوقتي الساعه بتاعت الصفر هتبقى الساعه 13، اظبطوا منبهاتكم. ماشي. معاكم منبهات؟ لا. خلاص نبقى نسرق بقى منبهات. خلاص انا غيرت الخطه، احنا هنسرق منبهات نظبطها مع حد تاني ونبقى نعمل خطه. خلاص ماشي، اتفقنا على الخطه؟ اتفقنا يا بابا ستو. يلا بينا كده يا جدي، حتى الراجل اللي عايز يتوب قافش عليه. خش يا حربية، خش خش، برافو عليكم برافو عليكم. يا ده انا حبيت السرقة قوي، هي والواد رستو. وسرقنا وقشطنا كل البازار والحمد لله وعملية ناجحة. شايفتوا ايه ده؟ انا سرقت البرتبة، سرقت البرتبة، سرقت. وايه ده؟ وايه ده؟ انا رسوح، انا رسوح. البنذ قراطي اللي فيه كل تاريخي مع الحريم السرق يا اخوانا، حرام عليكم. مين اللي سرق؟
مين اللي سرق؟ بس يا بابا ستو اكيد اكيد الولا رستم هو اللي سرق. لا ما تجيش منك يا رمزي، ما تجيش منك، ده انا كنت معاكوا يا راجل. يا جدعان حرام عليكوا يا اخوانا، اعتقوني وبلغوا عن انا حرام، انا حرام، انا حرامي يا ناس، انا حرامي يا ناس، حد يبلغ عني البوليس يا اخوانا. يا حرامي، ودي جايبه منين دي؟ من البلكونه من عندكم يا سريع. من ايه ده؟ انت حرامي، ده انت حرامي. بص يا بابا ستو دي انا بقى انا سرقتها من البازار. بص كان نفسي اسرقها من زمان، شبهي بالظبط، صح يا رستم؟ يلا رمزي حصلت تسرق اخوك. مساء الخير ايتها اللصوص. ايه ده انت عرفتينا؟ ايه ده؟ ايه اللغه العربيه اللي دخلت علينا دي؟ على رانيا سعيد مندوبة عصابة عادل سعيد لسرقة محتويات غرفة جده. يا خبر ابيض، ودول حبيبي فتح عصابة؟ لا ده انا كده بقى اشتغل معاه حتى لو ببلاش بقى. سلام عليكم، ادي اول سرقة. سلام يا رستم. عربي بالنسبة ليك مستر ثيف. سيف مين يا فندم؟ انا رستم، انا بقيت واحد من العيلة خلاص. باسبورك في حوزتنا تحت عند استاذ عادل سعيد، انزل خده. بجد ربنا يكرمك، والله العظيم لا ادعي لك في الحج ولا. رمزي رمزي. ايه رستم؟ انت هتوحشني قوي يا رمزي. والله انت اكتر يا رستم، احنا مش هنشوف بعض تاني؟ طب ما ناخد موبايلات بعضينا. يا ريت يا ريت. خد يا حبيبي، خد يا معلم. سمعني صوتك بقى. هتوحشني والله. انت اكتر والله. السلام عليكم. يعني الواد الهفا عادل هو اللي جه قلب الاوضه؟ ايوه يا جدو، وبعتني عشان اعمل معاك مقايضه، تسلمه محتويات البازار يسلمك محتويات الغرفه. كده بقى هضطر الجا للسلام مرغما مرغما، مش بمزاجي يعني، هرجع للسلام عشان اخد كل ذكرياتي وكل التاريخ بتاعي، بس بعد كده هنتقم هنتقم، وممكن كمان اولع في الاوضه اللي انا ساكن فيها دي. هنتقم هنتقم.